غريبة والله. نايتو الحمد لله أخيرا الواحد حيرتاح بعد السنين الطويلة دي كلها. يا سلام البركة بقى في الأولاد. أمال الواحد بيشقى ويتعب ويخلفهم ليه؟ أيوة يا أستاذ. أنا جاهز. حضرت الأوراق اللي قلت لك عليها؟ بقول لك أنا جاهز. أنت تمنى تقول جاهز جاهز وعمرك ما بتكون جاهز يا أخي. يا أستاذ بيوم يا عيب، لما أقول لسيادتك أنا جاهز يعني بكون جاهز. طيب يا سيدي. الوصية وكتبتها، التوكيل وسجلته، وكون الأوراق جاهزة معايا في الشنطة هنا. عظيم عظيم. ايه ده؟ يا خبر اسود، ايه ده؟ الشنطه راحت فين؟ ايه ده بقى؟ يا خبر اسود ايه ده؟ هو انت في مره ما نسيتش الشنطه دي في حته؟ الشنطه والله من 5 دقايق بس كانت تحت باطي هنا. هنا؟ اي طيب ما هياش هنا. ايه رايك بقى؟ طب شوفها هنا كده. احنا هنلعب بقى يا استاذ جوده. ايه بس؟ في سجلتين في الدنيا يضيع شنطه فيها اوراق مهمه بالشكل ده يا استاذ؟ يا استاذ جوده. نعم. انت فقري انما جاهز وشرف. اتفضل يا استاذ. ايه بقى؟ شوف لي ضيعت الشنطه في ايه؟ طيب شيء غريب والله يا بني ادم. ايه يعني خلاص؟ السكرتير بتاعي قال ده كلام فاضي. ده كلام يعني كبير. حرمت ايه؟ حرمت ايه؟ ياه انت جامد على ودني قوي يا بابا. يا تجدهيك
امشي بقى روح اغسل وشك. ليه هو في ضيوف جايه؟ ايه ده بقى؟ شيء غريب والله. ايوه يا سيدي اخواتك اللي في بلاد بره هيوصلوا هنا النهارده. اخواتي جايين هنا؟ ايوه جايين هنا بيتنا. الله ايه ده؟ يبقى بقى ايه؟ اغسل وشي والبس لبس الضيوف. ايوه التري بنكوت كده. مر جاتك البلد. انا جاهز انا جاهز انا جاهز انا جاهز. ايه يا استاذ جوده لقيت الشنطه؟ طبعا. فين؟ في الحمام. تصور. وايه اللي وداها الحمام يا سيدي علشان اتصور؟ ازاي يا اخي انت رحت الحمام قبل كده؟ طبعا. غريبه مع اني دايما انساها في المطبخ يا اخي. طب وايه اللي وداها في المطبخ يا سيدي؟ انا عارف. على كل حال خلينا في المهم. مهم؟ لا انا جاي. شوف بقى يا استاذ جوده. ايوه. انت بقى ايه؟ تاخد بعضك وتنك طالع على المحكمه على طول. على طول. هتقابل هناك المشكاتب. تقول انك انت جاي من طرف الاستاذ بيومي ابو طبق. جاهز. بمجرد ما هياخد منك الدوسيه طبعا. اها. هيفر ورقه ورقه. انا جاهز. ايه ده؟ انا جاهز. يا استاذ جوده. نعم. انت كنت بتقرا جرايد؟ جرايد؟ اه. يا اخي اسود هناك. ايه ده؟ البنطلون. فين البنطلون يا استاذ؟ البنطلون. فين البنطلون؟ ما تتكلم. والله العظيم انا من خمس دقايق بس كنت لابسه. يعني ايه؟ افهم اقول لك. يا استاذ جوده انت دلوقتي رايح المحكمه، رايح علشان شغلي. فين البنطلون؟ ما تعطلنيش. طيب قسما بالله العظيم لا موديه في داهيه. تعال هنا. راح فين؟ هبلغ البوليس طبعا. بوليس ايه يا استاذ؟ ايه انت ناسي ان ولادي هيوصلوا النهارده من بلاد بره؟ يا خبر اسود، ده انا نسيت الحكايه دي خالص. شيء غريب. بس انت متاكد ان ولادك دول هيجوا فعلا؟ يا استاذ جوده انت مش بعت لهم تلغرافات بنفسك يا استاذ؟ اه والله صحيح. بس بقول يعني تلاقيهم مبسوطين في البلاد اللي هم فيها. ولو ايه؟ مفيش ابن في الدنيا يسمع ان ابوه توفى غير ما يجي على ملا وشه. ايوه بس انت بتقول ان ما حدش فيهم يعرفك. يا ان انا اللي اعرفهم يا خايب. وايه ده؟ تراخر. ما دي مش خيبه دي. ايه ده؟ اب واولاد وما يعرفوش بعض. ايوه يا استاذ جوده. حكيم انا يا استاذ بقى كنت بسافر بلاد بره كتير علشان الصفقات والاشغال التجاريه بتاعتي يا بني ادم. افهم افهم. اي والله. طب على كده بقى اتجوزت كام واحده؟ لا ما تعدتش. انا كان ليا في كل بلد واحده. يا عيني. ايوه يا عيني. حكيم انا بقى ايه؟ ايوه كنت بتجوز الجوازه من دول. آه. واسيبها واسافر بعد شهرين بالكتير. يا عيني يا عيني. طب على كده اتجوزت كام واحده؟ لا ما تعدتش. ايه كام؟ ما قلت لك. الله. انا كان ليا في كل بلد واحده. يا نهار ابيض. يعني كام كده؟ يعني قول مثلا 17. يا عيني يا عيني. 19. شفت بقى. وطلقتهم كلهم الا ثلاثه. يعني هم دول بقى اللي خلفوا لي الاولاد. اه فين؟ وفضوا طبعا في بلادهم وما رضوش يجوا معايا. شفت بقى يا راجل بقى. ما تفكرناش بقى يا راجل. يا سلام. اليابانيه والامريكانيه والمكسيكيه. اه ده غير اللي اتجوزتها سيادتك طبعا اخر مره. اه الله يرحمها بقى ويحسن اليها. بس ايه؟ ايه؟ بعد ما يجازيها على اللي عملته فيا. ايه عملت ايه؟ خلفتني الواد ابن المهبول ده. سونا. هو في غيره يا استاذ؟ بقى واحد زي ده المفروض انه كبر وعين عشان يمسكك للبيت والمصنع ويريحك. لكن تقول ايه بقى يا سيدي؟ نصكم. بص عليك وعلى ذوقك. فضيحه فضيحه. استاذ جوده. نعم. انت بتعرف تريبنجوت مشجر؟ ليش بقى يا ولد؟ ويه بس ايه اللي حصل؟ كسرنا رجلي يا استاذ. ده اسمع اسمع اسمع. ايه ده؟ الواد
باين لك. ما هو علشان كده انا بعت اجيب اخواته من بلاد بره، علشان هم دول اللي هيقفوا جنبي ويساعدوني. انما ايه؟ بسم الله ما شاء الله، ثلاثة مهندسين زي الورد. شوف بقى لما تكون الثلاثة المهندسين. مش ممكن يحصل الكلام ده. انت كل حاجه تعقدها يا استاذ. انا لازم اكون حاضر المقابله دي، لان الوصيه وكل الاوراق معايا في الشنطه. طب والعمل ايه؟ العمل ايه بس؟ انا عارف. طب خلاص يا استاذ جوده. ايه؟ انت تخش تموت بدهلي وخلاص. مش معقول يا استاذ، انا لازم اكون حاضر المقابله دي هنا. ايه؟ هو ايه ده؟ اتفضل يا سيدي، ادي الطبوس الكسره. خلاص نعم وجدتها. فين يا ولد يا سونا؟ سونا ايوه بابا. نعم ولا يا سونا فتح. هو ايه ده؟ ايه يا بنت عايزه ايه؟ اختشي بابا واقف اهو. احنا راجلين سونا بيني الادب. الله يخرب بيت حوله. هو ايه ده؟ وقف يا سي سونا بيه. ماشي غريب والله. ايه عايزه ايه يا بنت؟ اختشي على نفرك بابا وشرب اهو. ايه عايز؟ تعالى هنا اهو يا بابا. ايه الحكايه دي بابا؟ فهمني ايه الحكايه بابا؟ ايه يا اخوان؟ اديله على بوزه. والله لا انت يا انت واخدها جري في رمح كده. ايه الحكايه؟ اسمع يا ولد. ايه؟ انا عاوزك تكون جنبي راجل. ايه ده؟ ايه يا بنت بتحكي ليه؟ ولا حاجه. انا راجل اهو كده اهو. يا ولد عاوزك تكون جنبي راجل. ايوه انا. اسمع يا ولد. ايه رايك؟ انا عاوزك تعمل جثه. هو برضه ايه بس ما تعقدوش الولد. حاضر. مش ممكن. رايح فين؟ عامل جثه. جثه؟ انت فاهم ايه الحكايه؟ طبعا. الله. إيه؟ انت عامل قدام اخواتي انك ميت، بس عايز تقابلهم الميت لازم يقول له جثه. انا الجثه. يخرب بيتك. اصحى بقى فوق فوق. اصحى. ايه ده؟ عرفت ازاي ده؟ يا ابن الارندل. بابا بابا في هنا مخ مش فرده. الله. عارفها ازاي ده؟ انا عارف. طب على كل حال انت هنا يا ولد يا تونه. ايوه. اتلف بالملايه كويس. حاضر. اوعى تخرج هنا خالص. حاضر. انت دلوقتي ميت. مش هحاول. اترتبي. يلا قولي لي اتفضل بسرعه. ما تخليه بره شويه، اديني حبسه في الكشك اللي في الجنينه. احنا بنلعب. نرغي كمان شويه. نرغي. بنلعب احنا. مش بنرتب امورنا يا بنت. اهدي بسرعه. بابا.
ايه يا ولد؟ ايه؟ انا ميت. ان كنت مجكخمة سعيدة انت بتعمل ايه يا سيدي؟ بتعمل ايه سيدي؟ ببوظت الكسرة. بتعمل ايه؟ خلينا في المهم. والله العظيم انا مش مطمن للحكاية دي من اول. ليه بقى يا سيدي؟ لا سيدي انا عمري ما كدبت في حياتي. يا استاذ خليك معايا. ايوه المهم يبان علينا الحزن والالم وخصوصا الكآبة. ليه كفر الله الشر؟ في حد مات؟ انا. يا تصور نسيت خالص. معلش يا سيدي الباقي في حياتك. انا كان راجل طيب جدا. انا كان راجل عظيم خالص. انا اتخطف ازاي ما اعرفش. وانا ده اللي حليته تحت. انا وسطي بقى واه يا بهي
معلش ادي حال الدنيا، كل حي في الدنيا اخرته واو. حاله ايه او اي اه معلش. هو ده وقته؟ هو ايه اللي قصده ده؟ يلا يا اخويا حاله ايه يا عم. والنبي يا ابو مزيد قولوا لي بطل حكايه هنودي. حاله ايه او اي اه هو بيتلصم؟ هو ايه ده؟ يلا يا اخويا خلص. حاله ايه يا بقى يا مدمزيل اعملي معروف، الولد جاي تعبان من السفر ولازم يستريح واوضته اهي. كنت كرة لوه. ها نعم بيبي يقول ايه؟ مين؟ يعني ايه؟ في مين؟ بيقول انه حزين جدا على لوه. نفسه يشوفه قوي. ايوه نسمع بس بتقول ايه يا ستي. حزين ليه؟ بيقول انه حزين جدا على والده ونفسه يشوفه قوي لانه ما شافوش طول حياته. كل دي يعني نوها؟ نوها يا عم. طيب خلاص يا سيدي خلاص، عرفنا انها نوها. اقل نوها اخف منها نو. نو او اي اه انزل هادو. ايه اهي اهي اتفضل حضرتك. نعم اتفضل حضرتك. والله العظيم ما انا قايم، مش يمكن يحيي تاني؟ ابوك يا ابني في الاوضه دي، خش شوفه. انت بابا انا ايه او يوم يا ناس حرام عليك وانا سبي في العمليه دي بس. طيب هانو ايه 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 الله يهدي حيلك. خلاص انتهينا. الله يهدي حيلك يا شيخ. هو انا عفريت اسمه هانو. هانو ايه او اي اه والله العظيم ما شفته. ما شفتوش. طيب انزل يا اخوي. حاضر. هانو ايه اهي ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ ده ادب، والادب الياباني مشهور جدا يا ست. انا اعرف عرض قله الادب. وحضرتك بقى يعني بتقري جرايد؟ ايه يا استاذ بيوم؟ ايه ده؟ ايه ده هتعمل ايه؟ ايه يا استاذ؟ ايه حكايه الجرايد دي؟ ايه؟ انا عاوز افهمها. اسالها. هو سؤال حرم؟ اسالها. شيء غريب والله. جرايد؟ لا مؤاخذه يا مدمزيل لا مؤاخذه. حشري حشري يموت وطوع يا حضرتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضل. ايه ده؟ وحضرتك بقى يعني مصريه؟ لا يابانيه. الله يعني نسايب. بس انا اتعلمت لغتكم عشان ادرس دراستكم واستفيد من مجتمعكم. الله 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 الله. امال الواد المهبب على عينه ده ما اتعلمش الكلام ده ليه؟ ده يا سيدي ده ما يعرفش غير ياباني وخصوصا كلمه هانو. هانو اشوفه زي ده بقى. هو ايه ده؟ انزل يا سيدي. يلا خد هانو. ايه 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 اه يا ساتر. يبقى مصري ولا اعرفش ولا كلمه عربي؟ ايه طبعا. امال يعرفوا ازاي انه راجع من بره؟ يا 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 فلوس. ايه ده؟ قول فلوس. قول فلوس ولا كلمه.
فاهم. مسيو واوا بيسأل المرحوم ساب فلوس قد ايه؟ مفيش فلوس خالص. الشنطة يا استاذ. والشنطة اهي والوصية فيها. يلا. نيها. نيها؟ نيها بومبا. بومبا؟ بورة. بورة بورة بورة. الفلوس ايه يا فارس؟ عنده ايه؟ والله ما انا عاملها. الله مش عندي حق اختبرهم. جاي ابيع عاوز يورث. معلش. جاي يورث. يا ابني يا ابني يا بومبا. ايه ده بقى؟ اعمل ايه؟ يا ماي يا ماي يا ايه؟ يا ماي يا ماي. ما تفهمنا اعمل زيه؟ يا ماي. ايه ده يعني ايه ده؟ ايه ها؟ اي بوع. نوع. ايه ده؟ بوع نوع. نوع. يا ماي يا ماي يا ماي يا ماي. ما انا ما اتكلش اوام خالص. يا نهار اسود. ايه ده؟ ده بيعرف يتكلم عربي. احسن منك ومنه يطلعوا بالفلوس بالذوق اللي اخدك على بوزك منك له. بس يعني طيب مش لما ندفن المرحوم والدك؟ نعم. قصدي يعني ندفن المرحوم ابوك؟ ما انا جاي من اخر الدنيا عشان ادفنه يا هلف. ليه؟ هما لسه ما اخترعوش الترابيه عندكم؟ الله الله الله. ده انا مستني اللحظه دي من زمان من زمان قوي. كده اهو بقى انت مستني ابوك يموت علشان علشان تورثوه؟ طبعا يتحمي مطرح ما راح بقى. لا اخرس يا ولد. انت بتقول لي ولد؟ يا نهار اسود. واخرس. عايز الغلط. ولا مش عايز اشوفك. معلش يا ولد. اي كيلي. يا خالص. كده اهو. يا ابني افسحك؟ لا يا حبيبي. افسحك زيه؟ لا يا ابني. بس انا يعني قصدي اقول يعني مش تسال ابوك كان عايش ازاي ومات ازاي؟ وهو كان بيسال عني. ده راجل هلاس بصباص ماشي على حل شعره طول عمره. اخرس يا ولد. وانت مالك انت؟ لا انا قصدي اقول يعني اخرس يا سعاده البيه الولد. انما ده ابوك برضه يا اخي. ابويا وانا حر فيه تتدخل انت ليه يا حشو؟ يا سيوالله حرام عليك ما يصحش كده. انا بقى عايز اعرف بالظبط مين اللي معاه فلوس بالظبط. طيب حاضر. انا عايز اعرف تقول لي مين بقى بالظبط مين معاه فلوس. طيب يعني مين؟ طيب بس استنى يا ابن الحلال اعمل معروف. مين اللي معاه؟ يا ابني يا حبيبي. الوصيه مع مين يا انت؟ طيب حاضر. رد عليا. طيب يا سيدي انا ماليش دخل بيت. السكرتير عندك اهو. ده سكرتير؟ انا. انت سكرتير؟ لا ده شوف اما اقول لك بقى ده انا الطباخ. الله هنعمل عيال. انا الطباخ. لا طبعا الطباخ هو السكرتير. لا هو الطباخ. شوف يا استاذ البقى. انا طباخ طبخ امبارح كرومبو وعامل محش. لا ده انا بقى ده انا اللي عامل البتنجان المسقعه. لا اوعى تصدقه. انا الطباخ هو السكرتير. لا انا بقى. لا انا الطباخ. بس بقى الله. لقفوني البعض. لقفوني ما انا هفيه وجاي من اليابان. انا عارف ان ابويا كان عنده ارض وفلوس وانا الوريث الوحيد له. راح فين الفلوس دي؟ انت يا ابني بس هقول ايه؟ تعالى انا بقى مش منقول من هنا الا غير ما اقعد على قعده وياك. اوبا فين قطي يا غجر؟ اهي يلعن اذنكم. يا ما يا هوي يا ما يا 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 بني عني 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 يا بابا. لا دي خلفه مقندله. حق بطلوه ده واسمعوه ده. والله انا جبتك يا عبد المعين تعني. لقيتك يا عبد المعين نك وجاي عاوز تورث وبس. انا عارف ان الحكايه دي مش معلش معلش. اهدأ الحق الجثه. يا نهار اسود انت اتخرجت ليه؟ مش كابس عليا الموت. يا نهار اسود. يا واد انت مش عارف انك انت لما تخرج من هنا تخرج هنا هتبوظ كل الترتيب اللي انا عامله. يلا يلا خش على الاوضه. خش اوضه دي بسرعه. على فكره ده نهار اسود ده جاي هيشوفه. نام هنا نام هنا بسرعه. نام نام هنا بسرعه. على فكره انا جعان. العشاء هنا بتقدموه الساعه كام يا ابني؟ وقت ما تحب العشاء بقول لك جعان. يعني عايز العشاء دلوقتي؟ ايه ده ايه ده يا ابني؟ ده الغسيل بالمشرطه. قول لهم العشاء. قولوا الغسيل بعد الله. دول مش ناويين يجيبوها لبره ابدا ابدا. بعد الغسيل ده؟ لا ده ابوك الميت. الميت كان جوه. ايه اللي جابه هنا؟ جوه حر يا اخي. ايه الله ايه يا عم الله هو ايه ده؟ جوه حر وهنا طراوة. ايه؟ طبعا. امال يعني الميت يقعد جوه في الحر ده حتى يفطس؟ بس بقول ايه يا حاج؟ نعم ربنا يخليك. ها انا جاي على لحم بطني من اليابان.
بشوف لأي لوم أي حاجة أقولها يعني. حاضر يا ابني حاضر، من عيني دي ومن عيني دي. لا مش عايز من عينيك، انا عايز من عند البقال من المطبخ من اي حته، ربنا يخليك. يا بني يا عني عني يا بني ادم. ايه بس الواد عاوز ياكل؟ طب انا اعمل له ولا الطباخ هنا يا ابني يا حبيبي؟ انت قلت ليه؟ انت قلت ليه؟ انا عايز اقول ايه؟ ايوه طب قول لي بسرعه. طب يا حبيبي كمان شويه يعني، يا خلاص نام ربع ساعه وتروح على كيفك. بابا مش قد يخربت بابا يخربت بابا بابا يا استاذ بيومي الواد سونا هرب، الواد مش لاقيه. ازاي ده بقى؟ ولا يا سونا ما مش هتبتدي هموت من الضحك يا نادر. لا اكيد انا لازم مفاجأة تانية. واحد خواجة بورنيطة. مش قلت لك اهو ده بقى يا سيدي ابن الامريكانية. اهلا قولي له اتفضل بسرعة. احبسه في الكشك والنبي. ها والنبي احبسه في الكشك. يا بنت قولي له اتفضل بسرعه. اهو يا بقى يا سيدي. ايوه ابن الامريكانيه. اهلا وسهلا. ولد مهندس معماري عظيم. ايوه ولد بقى ايه؟ طول وعرض وشهامه. طيب هتشوفوا يا استاذ هتشوفوا. ربنا ده الهار اسود الحالي. ده احنا ما عندناش جثه. يا هار اسود. ايوه الواد سود. يا طب بعدين ايه يا استاذ جوده؟ ايه اعمل معروف. ايه ادي وقتك. ايه اعمل معروف خش موت بدال يا مار. انا اللي هقابله. انا عارف انا اللي هروح بدالك. تعالى راح فين؟ تعالى استنى وانا هاخد العشاء. لا مفيش وقت بس وده جاي غطيني معروف. غطيني بسرعه عيبني. غطيني غطيني بسرعه. الله الله. هاي 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 هنو اهي اهو. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. يبقى مين الاخ ده؟ الله ده بيعرف يتكلم عربي اهو. اه النبي طبعا. وعلشان كده ما جبتش حد يترجم لك. يترجم لي مين؟ مين اللي يترجم لي يا استاذ؟ انا معايا اللي بيتكلم كل اللغات. والنبي والنبي يا سيدي قول للسجون يفرجنا على اللي بيتكلم كل اللغات. والنبي 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 والن
الله تعال بسرعه. لا فين في قصدك على على الجثه؟ جثه مين يا محترم؟ جثه مين؟ انا الجثث عندي اكتر من همها القلب. يا ساتر. ومستعد دلوقتي بس اورد لكم جثتين طازه. انت ريتا ريتا كمان كمان ريتا كمان. نعم خلصت. انا ما عنديش وقت. انا عارف بس انت عاوز ايه. انا والله عملت كتير في امريكا. عندي هناك اولاد فايتهم على لحم بطنهم بالعياط ومن قله الاكل. يا سجوني الناس تترحم القبلة وتقرا الفاتحة على المرحوم. خلصني يا ابني. استهدى بالله شوية علشان نعرف ناخد وندي. ايوه يا سجوني استهدى يا اخويا استهدى. ايوه ريتا سريدة يا سريدة. ريتا كمان كمان يا سريدة. خلاص استهديت.
برضو فحم. والنبي انا كنت جثه. والنبي انا كنت عبد الباب. يا سلام انا كنت طويل واهبل. وايه اللي حصل؟ نزل عليها التخفيض الاخراني. تعال كده وقف معانا. ايه تركه حتى انت راغر. خلصني يا استاذ خلصني. انا عارف بس ياني. يا قدماني ماني ماني اوف كورس ماي دير اوف كورس ويكند. تعالي هنا يا بنت. ايه ذا ليتل بوي بيكوز واز ذا مطبخ تجيب ذا ليتل شي وانت. طب ايه ترجميله يا بنت ترجميله. وحياة النبي سجوني شوانت. وحياة الروح شوانت. طيب غلطتش شوانت ماني 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 يا غلطتش يا سيدي. الست من صباحة ربنا الأميرة دي رئها ناشف عمالة تقول لكم مية 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 رايحة اجيب لها مية وجايه لها مية. او النبي مية دي ايه ماني ماني. ايه هو دي بتقول لك ماني 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 يعني عيش فينو. ايه بقى ايه اللي مية ده عاوز اعرفها. لفاز يا سريدة لسه الراجل ما جابش العيش. وحياة النبي غيتا غيتا اكسكيوز مي اكسكيوز مي. على فكرة انا عاوز اسألك سؤال مهم جدا. اي نعم. وانت لازم تجاوبني عليه بمنتهى الوضوح لان ما عنديش وقت. طبعا. خد بالك لو ما جاوبتش على السؤال كويس هموتك. هتتقتل على طول. فاهم؟ هجاوب. لو ما جاوبتش على السؤال لازم تموت على طول. خد بالك وتجاوب ببساطة ووضوح. حاضر. السؤال الأول جاوب. نعم. ما جاوبتش ليه؟ ده هتموت نفسك. لا لا السؤال الأول جاوب. جاوبت صح. السؤال الثاني بقى خد بالك منه لان ده صعب ومش مقرر عليك. السؤال الثاني انا مش هقوله وانت هتقراه في خنقتي. هتقراه كده ها. كلام واضح من غير منطق هتعرف انا بقول ايه. قالوا دي سيدي امام امام السؤال ماشي. السؤال ماشي على الحيطه. لا على وش هو ماشي. خلص خلص السؤال خلص. السؤال خلص. اذا كان المكنه ماشيه بسرعه اعملها ايه. السؤال بيقول لك المرحوم بتاعكم فين. انا ما شفتوش ونفسي اشوفه من زمان. الله طب وهتشوفه ليه يا اخويا؟ ما هو مات وخلاص. ايه بقى لازم تشوفه؟ مات وخلاص. يا فوضى. ما هو ده اللي حصل يا استاذ. لازم اشوفه بنفسي. ايه علشان لو ما كانش مات اموته انا. لا انا في عرض النبي. ايه ده. على العموم انا مش هكلفكم كتير. انا عامل تخفيض للطلب. الله. وعمل لكم تسهيلات ممتازه جدا. لك وهي ايه؟ لكن يا ابني ده ابوك. علشان كده عمل لكم تسهيلات ممتازه توصيل الجثث للمنازل. يا بنيت شفت بقى الصوت رجع تاني اهو. فين؟ طب بقى انا هقول لك المرحوم فين. اهو الجثه اهي ابوك اهو. Thank you.
برضه ناخده تفتيشه. ده ما يصحش بقى. عيب. الله يرحمه بقى. استاذ لازم نفتشه. ليه بس؟ افرض راح هناك وفتشوه لقوا معاه حاجه ممنوعه رجعوه تاني. انا مش عاوز ارجع خالص. لا ده لازم يستنى بقى. لا 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 ده في حاجات مهمه. اسمع. نعم. ها.
120 سم 120 سم. لا ما هو اصله يعني ابويا راح فين؟ اللي حصل له قول لي بالظبط. ابدا اللي حصل له انا يا ابني اصله يمكن كش من المطر. اصله في مطر. بيكش. يعني بيكش. طب مش تلحقوا تدفنوه ولا يبقى عيل؟ هيحصل ان شاء الله. يا ميت وكاشش يا ابويا. معلش يا ابني. انا بقى عملت ايه في العشاء؟ في العشاء عملت ايه؟ العشاء يا ابني يا ابني يا ابني يا عليك واحد. يا مني هني 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 الايام بتجري يا ابني. شوف انت الساعه فيها كام يوم دلوقتي.
الله يا ابني انا هنسيبه هنسيبه من ساعتها مش معقول ما طلع له شنب ما هو ده من الخطه من الخطه بس انا متهيألي شفت الخلقه دي قبل كده فين هو هي الخلقه هي فين يا واو فين انت مين انا انا جوني فلاك اخوك يا واو وعارف اسمي كمان ده انت نهارك اسود طبعا واو صباع واو اتولدت في اليابان وعمل عمليه السجن عند الجزمه ضيقه وامك اسمها هونج كونج وعرفت منين انا بتاع الليل واخو لا ده انا اللي برضه من الابره في الضلمه حابب قوي هتعملوا ايه صلي هنا صلي هنا ايه اقلب ايدك دول مسدسات اتنين ايوه لما تديني واحد خد ده حلوين قوي طب قدام يلا قدام يلا يا شباك المطبخ كده يا بنت حاول نبي يا سلام اهو ده بقى ابن المكسيكيه ولد مهندس عظيم قولوا له اتفضل يا بنت ما اقدرش اقول له اتفضل ده مكشر ومبوز ومش عايز يضحك ابدا قولوا له اتفضل ما اقدرش اقول له ده اولا مفيش جثه مفيش جثه طب اعمل ازاي بقى طب اتصرف ازاي يا سيدي وحياة النبي مفيش جثة اظن هتروح تنده لسونا هقول لك يا ولد يا سيدي ما تنساش ونعشر مفيش وقت سيدي تتفضل تنام حضرتك وقابلهم انا بصفتي بيومه مطمئنه فعلا لازم انام وانا بقى قابلهم بصفتي بيومه مطمئنه بس انت تسلفني شنبك والطرطور اللي على نفوسك ايه اللي بتقوليه ده يا بنت والنبي انا راجل من اسمع عم اقول لك فكرتيني اعملي معروف انا عاوز خدمه واحده بس منك بموت جداري بس لا هو كله نفسي بقى الواد اخوه بس لا والنبي يا سيدي اعملي معروف الهي خليك الهي انك خلاص الهي يسترك الهي خليك يا سيدي اعملي معروف امال بس يعني ايه يا روزة الله يخرب بيوت اختي شو بقى كما ازاي بس والنبي يلا يا بنت يلا اموت على كيف يلا بسرعة مفيش وقت يا بنت يلا ايه الخلاطة دي يلا يلا بسرعة ولا كلمة فهمت
ايوه اهلا وسهلا. رم بام 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 بام. سينيور موتشاتشو دي لونا ابو طبا. ايوه ايوه اهلا وسهلا. رم بام 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 بام. سينيور موتشاتشو. عارف عارف. ترم برم بام برم برم بام بريم 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 بام بام. وحيروح هناك مش كده؟ دي انا حافظها. ايه بقى؟ سينيور موتشاتشو دي لونا ابو طبا. برارو لا 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 يا لا 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 لا. يا ابني سيبك من ترابارة دي. ايوه ايوه والحمد لله على السلامة. ايوه ايوه. كلامونيا. نعم كلامونيا يعني الله يسلم. كلامونيا الله يسلم. ماشي ماشي ماشي. وحضرته بقى ده اللي جاي من المكسيك. قلتي ما نوتش كونتيجو. لا ودي تيجو برضو معقول ابدا. زي كلام الفاضل. قلتي ما نوتش كونتيجو يعني انا بتاع المكسيك. ماشي ماشي ماشي. ديمي ديمي وليس بيريا ديسو سوبيدو كيراسانا وليس بيريا ديسو سوبيدو كيراسانا لا ديمي كيراسانا وليس بيريا سوبيدو كيراسانا. ديمي 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 ديمي. يا سلام. و الا الديمي ديمي ولا والقلت قلت تعال بس تعال قلت ايه قلت ما تعال ما تلغواصش وتكسفنا قدام الاجانب. تعال المدموزيل صريح العباره كده. ايوه سالك بمنتهى التأني وبتقول لك في حد هنا يا متحكات يا راسي بتقول لك ساعه كام. خلاص خلاص لا خلاص خلاص انتهينا انتهينا كل دي. لا خلاص خلاص مفيش حاجة مفيش حاجة. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. وحضرتك بقى يعني اللي جاي من المكسيك مش كده؟ أنا بس عاوز أفهم بقى. أنا تحت أمرك. مين فيكوا بقى اللي بيترجم للتاني؟ أنت ولا هي؟ لا أقول لك بقى. أنا بتكلم عربي وبتكلم مكسيكي، هي بتتكلم مكسيكي بتمشي عربي، أنا بتكلم عربي. هي بتتكلم مكسيك. انا بتكلم عربي مكسيكي. انت فاهمش عربي؟ انا بتكلم مكسيك. انا بتكلم ايه عربي مكسيكي؟ انت بتتكلم انت بتتكلم ايه مكسيكي. خليك معايا خليك معايا. انا بتكلم عربي هي بتتكلم مكسيك. انا بتكلم عربي مكسيكي. طبعا انت بتفهمش مكسيكي. انا بترجم المكسيكي العربي عشان انا بتكلم عربي. انت بتتكلم ايه مكسيكي بقى؟ ما قصدي انا لا انا بتكلم عربي. ما تفهمش مكسيكي. انا بترجم المكسيكي للعربي. العربي يعني انت بقى اللي بتتكلم عربي. الله امال يا ابني بس يعني مكلف نفسك ليه؟ وايه المصاريف دي كلها؟ جايبها معاك في طياره وقاطع لها باسبورت ودافع عليها جمرك. كان لازمته ايه كل ده يا ابني؟ جمرك؟ وباسبورت. باسبورت طب انا ايه اللي خلاني اعمل كده صحيح؟ لا انا اللي بس طب انا كان ممكن اتكلم انا لوحدي. طب ما هو انا اللي لا انا ماليش حق في دي ابني. لا دي بقى امسحها فيا معلش. انا البنت قالت لي قلت لها تعالى انا مالي انا. لا سوري سوري دي خليها عندي انا. بنت زي القمر كده. طب اعمل انا ايه؟ قالت لي قلت لها تعالى انا. ايه الكلام الفاضي؟ انا ليا حاجات يا اخي والله. لا بجد انا مكسوف مني قوي معلش. دي خليها عندي انا. دي سينيوريتا. سي سينيور. شيلي يا عيلي دي لابومبا بومبا قالينا بومبا بومبا اديوس بابا تشاو. تشاو سينيوريتا. تشاو. باي تشاو. باي. خليكم معايا. ايه؟ ايه ده؟ ايه بقى؟ لا دي حته هندي كده. الله يخلي انا متضايق قوي. انا زعلانه قوي حكايه ان المدموزيل دي كلفتني فلوس في الطياره. ما انا بقول يا لو تقول تقول لي ايه؟ لا وجايبها معايا يعني النقطه اللي مجنناني تقول لي ايه؟ وجايبها معايا. لا انا مش هفوت الحكايه دي ليا ابدا بجد. تعرف انا حزلني. والله العظيم حزلني بقى. ايه ده؟ سوري انا يعني بجد يخرب بيتي الله العظيم. معلش قطعني انا في حاجات بعملها كده ببقى مش مبسوط مني. انا دي انا بقى متأزم مني قوي دلوقتي معلش. سيبني انا معايا انا هتصرف انا. مالكش دعوه انت. بقول لك ايه؟ نعم. هو ايه؟ نعم. ليه؟ بتاع ايه يعني؟ فين؟ ايه؟ مين ده؟ ايه ليه بتاع ايه؟ ايه ده؟ هو بك...
كلام كتير ليه؟ وايه ده؟ لا يعني ايه صحيح بجد يعني بتاع ايه؟ الله الله الله. شفت كالتك كان ازاي؟ انت لابس كرم، انت لابس كرم تتاكل اكل والله العظيم. انا بقى ايه؟ ما حكيت لكش حكاية التلغرافة المجاني. هنا المهم بس التلغراف. انا هقول لك طبعا وصل ده. انا هقول لك تراب بس ما تضحكش. لا اضحك بجد، ازعل اول لو ضحكت من غير سبب. اضحك ازاي ده؟ لا بس دي حاجات انا بقولها كده، مش حد يمسك نفسه ابدا. ده انا عجبك قوي. يخرب بيتي. شوف بقى يا سيدي، انا قاعد لابيع عليها في المكتب، قاعد في المكتب و انت مين الاول صحيح؟ طب استنى ما تقولش انا هعرفك بعد. انا يا سيدي قصد حتى من بتوع متشاتشه دي. انا في حاجه لله اللي قدام اعرف. انا اولا سينيور متشاتشا دلون ابو طبق. أيوة من طبعاً. اعيان المكسيك طبعا. وطبعا سيادتك ال انا بقى سيدي اقول لك انا بقى. انت المكواجي ها؟ الله مش معقول يعني كده، ما تدينيش اكتر من مكواجي يا ابني. ايه الكلام الفاضي ده؟ لا لا استنى، انا حلاه وربنا استنى ما تقولش بجد ازعل انا. ما تقولش ربنا انت الغساله. شيء غريب. لا 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 ايه الغساله دي؟ لا شنب وغساله لا ما تجيش، لا صعبه دي. ايه الكلام الفاضي ده؟ طب مش معقول هتطلع ايه؟ ما فيش غير كده، ما عنديش انا غير كده. بقول لك ايه؟ انا بقى انت ايه اللي حاطه ده في مناخيرك صحيح؟ غريب والله. هو ده مجرم ومتنكر بالظبط. عرفتك انت الكناس يا جن. ماشي لا بجد ما تقولش لا. عرفتها دي بقى وانا سايب ايديا يا حلو. الله العظيم عرفتها لوحدي. لا قول لي عليه هايف. قول لي ليه؟ قول لي ليه؟ ليه؟ حاطط مقاش يا راجل. احكي لك بقى التلغراف بقى المجاني. ايوه خلينا في التلغراف. انا قاعد في المكتب لابيع عليا. ايوه المادموزيل دخلت لي. طبعا احب الصبح انا على الريقه واخد فنجان شيح ظريف. فنجان شيح ظريف قوي قوي. بنت جابت لي فنجان الشيح. قاعد بقرا الجرايد ببص فنجان شيح. شيح ده اجمل حاجه تاخدها الصبح. ايه ده؟ يسهل لك كل حاجه، كل امورك تمشي تمام من غير ما يعني. ده نصيحه ليا بقى. فنجان شيح اتنين قليبين سكر، ما تحطش عليه لبن. خد الشيح على الريق. يبقى عظيم قوي. ان ما شكرتنيش ما بقاش انا متشاتش. يبقى عال جدا. ببص في التلغراف بقى، جابت التلغراف. نعم. انا اتخذت زي ما تقول جات لي شوك كده. بصيت في التلغراف اترميت على الارض وبلبص برجلي وايديا. يا سلام. ايه العظيم انا مؤكرم يا ابني. انا العظيم هات صرخ انا. صرخ وصوت. صعب عليك طبعا. طلع تضحك يا راجل لما مت. انا مالي؟ الله. اما واحد يجي له تلغراف يقول له ابوك مات تعمل ايه؟ تضحك. ابوك مات تعمل ايه؟ انا مالي انا؟ طب ما يموت. انا مالي انا؟ انا ابوك مات ايه؟ خبر يخرب بيتي بجد يا. ده انا قعدت اضحك ضحك. بلاش انا اخليك انت مكاني ويجي لك. تعالى مكاني. ويجي لك تلغراف مكتوب. لا انا بفهم الحدوته وانا واقف في الناحيات. اعمل معروف تعالى مطرحك. اما يجي لك تلغراف يقول لك ابوك مات تعمل ايه؟ ده انا قعدت اضحك ضحك يا راجل. ابويا مات ايه؟ طب انا مال انا يا ابويا مات في الحر ده؟ انا مال انا؟ انا ايه؟ انا ليه؟ ايه بتاع ايه ليه؟ كام؟ انا ابويا مات ايه؟ خساره. وبعدين الواد جاب لي التلغراف بقى ومضيت. مضيت التلغراف. ايه ده؟ بابا مات؟ ده التلغراف جايين انا؟ ده يبقى ابويا انا؟ ايه هو ده؟ بابا مات؟ لو انت ما عرفتهاش الا في مصر. وربنا ما حد قال لي. شيء غريب والله. بابا مات؟ حبيبي يا بابا. لا ده باين عليه هو اللي فيهم. ماليش غير بابا. اصيل يا ولد. الله ايه الكلاكس ده بقى؟ بابا شوف بقى. بابا لا في حاجات مهمه لازم تقول لي عليها اولا. ما انا هقول لك يا حبيبي لا اعمل معروف. لا والنبي تمام. بابا طب بس اشوف. ما شفتوش اوراق؟ اولا ما شفتوش اوراق. بابا كل اصحابي شافوا بابا الا انا. ازاي كلهم قالوا لي بابا؟ نهارنا قشطه باذن الله. طب قول لي انت متاكد ان دي جثه والدي؟ والله ده اللي موجود بقى. هي الحاله دي ظهرت عليه من امتى؟
حالة ايه يعني؟ يعني المسائل اللي نازلة دي والجزم الحمراء والحاجات دي لغيني بقى ولا غيك انا ايه ده؟ ثانية واحدة. ازاي دي تفوت عليا؟ بابا خنفس جرانادا ملاجين يا سالي رصة. اصل اخي بيقول لي ان يخرب بيته هو هو بقى. يا سلام على الدنيا، الدنيا وحشه. فرخه بتبقى ديك، الديك بيبقى فرخه، بعد يبقى ماشي مش عارف ايه اللي بيحصل له. الراجل ماله، عمل ايه الراجل؟ لا له ولا عليه، لا نفسه كده الله يرحمه. ما هي غلطتي. انتوا هتدفنوه فين؟ نعم انا احب ازوره كل يوم والله. يا سلام يا سلام على الدنيا. الو ما تقلقش، انا يعني بس اللي تعبني حاجه واحده، ان اصحابي اللي شافوه قالوا لي حاجه تانية. قالوا لك ايه بقى؟ لا خير مفيش حاجه ان شاء الله. لا لازم اطمن. لا اصلهم قالوا لي ابوك كان راجل يعني. الله. مش لا مفيش حاجه، خير ان شاء الله. طبعا ابوك راجل، ابن راجل. تفتكر يعني ان الشيز لمبادير لما الكوندي بينجو بقى كوندي بوم شين يا بوم شين يا ديري بوم بوم تفتكر كان كده ولا ايه ده؟ لا مش للدرجه دي. طب انا كنت بقول ايه؟ بتقول لا. انا كنت بقول ايه؟ بتقول لا الشيز لمبادير يعني ايه؟ يعني ايه؟ هتكون يعني بتسال على ايه؟ بتسال ابوك ساب فلوس ولا ما سابش فلوس؟ انت بتتكلم مكسيكي جنان يا جدع انت، صح؟ افهم بقى. ايوه بالعربي الفصيح، ابوك ما سابش فلوس خالص. ايه بقى ما سابش فلوس خالص دي؟ ايه؟ لا خش في حبي بقى، انا غلطان اللي بعمله. انا فيا بقى وراجل مكسيكي ما بفهمش بقى. ايه ابوك ما سابش فلوس بقى؟ إيه ابوك كان غني قوي وعنده فلوس كتير. ما سابش فلوس؟ ابويا ساب فلوس بس. ايه بالعافيه؟ دور وانت هتلاقي. دور ايه؟ بتلعب؟ لا لا اسمع. لا في فلوس انت هتلاقي و بررمبم. لا خلاص خلاص ده عشان التاكسي والاولاد بس. ايه ده؟ لا لا مفيش حاجه مفيش حاجه. ايه هو ده؟ لا دور بس دور. انت انت ما سابش فلوس يعني ما سابش فلوس. اوه نلعب احنا. ايه ده؟ الواحد لحق نفسه على الاخر. اسمعني. اه فين الاستاذ بوده؟ ده بقى ما لحقش حاجه خالص. اتكلم على فين؟ اسمع مين ده؟ قول له قول له اقطع الاوراق اللي عندك. مين ده؟ يلا يلا. مين ده؟ ده ده اخوه. اخويا؟ اه اخويا. مين يا اخويا؟ انا ابويا مات وما سابليش اخوات. اسمع يا جدعان، انت انا ابويا مات ما سابليش اخوات. ابويا مات ساب كل الفلوس ليا. اسمع ده انت. لا ولا تخش ولا ايدك عليا. اسمع ده انت ابو عين ضربه ملف. تعالى كده وديني له بقى. يا بابا بابا يا جماعه ده انت اخوات. حرام عليك حرام عليك. اروح فين يا عالم؟ اروح فين انا دلوقتي؟ اروح لمين يا عالم؟ قمت ليه؟ النبي شوفوا شرف النبي، لا يمكن اقعد في البيت المهريشي ده. اعملي معروف كمان خمس دقايق ولا دقيقه واحده. ما فضلش يا سيدي. عيب ده انا كل عقل كل سدوديه، ده انا ما حدش شافني الا مال يغطي عليها البت دي عقله وراكزه كده. ايوه يا سيدي. لا يا سيدي انا ما اتعملش فيا كده ابدا. لا 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 لا. ايه ده؟ يا خبر اسود. سوله سوله نيره جرايد. بابا 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 عاوز ايه؟ انا واوا
شتشاب يحتج بكل القوى. نعم اخويا. سينيوري يموت شتشاب يحتج بكل القوى. انا عندي دليل من ماما شعره من راس بابا. انت كذاب وانت عصاب وانت هتموت من قبل انت. شوني بلاكي اوبجيكشن. انا مضطر اخد اكشن. عند عصابة بروفيشنال تعمل فيتو بالفيكشن. انت كذاب وانت نصاب وانت هتموت من الباب. انت كذاب يا عم. بس بقى كفايه بقى كفايه. بابا 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 يا بابا. ايه بابا دي؟ انا ابوكم بيوم ابو طبع كذاب. اخلص ابونا مات والجثه اهي. انا موت. انا واقف قدامكم اهو. حب تموت دلوقتي على طول؟ اخلص ما متش ليه يا اخ؟ حركتك عيالي قوي. علشان الحق قبل ما تموتوا بعض علشان الفلوس. فلوس؟ وفعلا مفيش فلوس خالص. امال فين الارض اللي سمعنا عنها؟ دور وعاوزه ايد اللي تصلحها. مصنع النسيج اللي قلت عليه ده عطلان وعاوز الفن اللي شغاله. وايه اللي خلاك تبعت لنا وتقول انك ميت؟ ايه ده؟ مش عيب عليك تبقى راجل محترم ومنظر كده وتكذب؟ ما لقيتش الطريقه اجيبكم الا هي الطريقه دي. وعاوز ايه دلوقتي؟ عاوزكم تقفوا جنبي. عاوزكم تساعدوني لحد ما اقف على رجلي. يا جماعه الراجل عاوز يقف على رجليه. ساعدوه. ابو وقف. ايوه. سلام عليك. الله. يا عم لسه هنعمر ونصلح ونتعب احنا فاضيين؟ ده انت حتى ما جبتليش لقمه اكلها. انا راجل يابان وانا ولا مؤاخذه راجع المكسيك عندي شيء عايز اخلصه. سلام عليكم. انا راجع امريكا هناك عندي مصنع لبان ومستكه وشغل. يلا كده اهو. يلا يلا يلا. طب تطلبنا؟ مش عاوز اشوف خلقه واحد فيكم. ايه ده؟ اقل واحد هنا عاوز يشتغل ضفره برقبتكم. يا على دادي اعقل. يا ولد اسونا. نعم بابا. لو انها عزيزه يا ولد. بلاش عزيزه تتعبها. تقول العزيزه. بص يا دادي احس بزي العزيزه موجوده. تعال بقى السفر. يعني لو عزيزه هاني موجوده احنا نتكلم. هي دي عزيزه. يا عزيزه دي اقول حاجه. يا عزيزه فين عزيزه؟ يلا يلا جبها. يلا يلا تستني ايه؟ بكيسه كيسه لا يشرب. ايدي يا عزيزه دي. عزيزه اسمع اوعى تحط ايدك عليا. لا حول ولا قوة إلا بالله. كده هو العالم. قال بعت لهم قال علشان يساعدوني. قال عجبك كده؟ يساعدوني المهندسين. اخس خيب ظني. لا حول ولا قوة إلا بالله. بابا ما تزعلش نفسك يا بابا. سيبك منهم. أنا اللي هفضل لك هنا ومش هسيبك أبدا. ما هو ده اللي مزعلني. لا بابا أنا خلاص هبطل عرب. نط حبل ولا العب سيجا ولا نط بنطلون. سونا حبيبي. وعارف جنبك لغايه بكل حاجه تصلى. سونا حبيبي في حضني. بابا الكلام بتاعك اثر فيا قوي واتضح لي انك على حق. انا مش راجع اليابان يا عم وحضر جنبك اساعدك. واو حبيبي بس تكلمني. حضني يا ابني حضني. اما انت بقى استنى عليا هعدلهم لك باذن الله. ابي 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 انت المقاشه بتاعتك اثرت فيا قوي. قررت بيني وبين نفسي ان انا مش هسافر. هقعد معاك وهنشتغل مع بعض. هنبقى كويسين جدا. بلاك يا حبيبي. ابي 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 فوق الشجره. ابويا ابويا ابويا. صراحه بابا انا اكتشفت يعني ان انا ولا مؤاخذه كنت هايف قوي. شفت اللي حصل ده اتاثرت قوي. يا ريت تقبلنا نقعد هنا. دادي اقعدني يا ابني. دادي بقوا اتنين وما عين وما في العيله. اهو كده يا اولاد انا عاوزكم جنبي علشان ايد على ايد بتسوي هوايل. Thank you.
فيهم. أو النبي أقول لها أنا
انت يا دودو ربنا اسم الله يا اخويا جدع هايل ربنا ما يحرمنيش منك طبعا. شوف يا دودو إيه؟ ان شاء الله يا اخويا كده باذن الله بدون مقاطعه لا ما حدش يا اخويا هيخرب بيتي الا انت جدع فيا حاليا اللي تنضرب في نافوخك ان ما كنت الصبي بتاعي و... وعارف ان اللصه اللي زي يا واد لازم تيجي تلاقي الفرح واقف على رجلي اصل العروسه هو اللي قال لي روح نادي للقسط العنب وراح فين يا اخويا ابو العروسه لطس فين اختفى فين ولا تزعلي نفسك ولا تلعبي وسطك ما انا ما لعبتش وسطي يا عين امك هشهد انا وانت اه والله يبقى روح عندها له بقى اطلعك يا واد انت تستنى هنا حاضر اما تلاقي كله على قصه تديني تليفونه بعد الدخت قبل مني وجب كله ايه يا واد على قصه كله ايه يا واد على قصه طيب وشرف امك يا اخويا كله ايه يا حلوين على قصه شوف الوقفه اللي جايه ايه ايه كله ايه يا كتاكيت على قصه قال ده كتكوت ده كتكوت ده كتكوت ده بغل المسكه دي لا ليه اصلا انا مش قدها قلت لي اسمك ايه انا انا دودو صبي المعلمه العلمه واجيبك قوي وخد بالك دي طايشه ودي عامي ودي ما بتشوفش ودي طياره ده دودو صبي المعلمه العلمه يا اولاد عنده طايشه وعاميه ما بتشوفش وهو احول الاول يا دكتور إيه؟ انت تعرفك يا حبيبي قبل كده عمري ما شفتك لعبنا مع بعض كره شراب يا ابني انا
اهلاوي ما احبش العب مع عيال. امال بتقول على صبحي ليه؟ بتقول على صبحي ليه؟ تعالي يا لولو. حط امشي. الله يا سلام على خفه دمكم. شايف البنت اللي هناك دي؟ هي لابسه كده ليه؟ لولا البنت اللي جنبها اصلا شعرها زي اخويا الصغير. والبنت دي بقى عامله مفرش السفره بتاعتها في التاج. يا سلام على صعابتكم انتوا الثلاثه. يا رب تموتوا انتوا الثلاثه. يا رب. ابونا اهو 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 ازيك يا عمي؟ اهلا اهلا وسهلا اهلا. يا رب يزعل بقى ومبوظ الفرح. اهلا وسهلا. ازيك يا عمي؟ اهلا وسهلا اهلا اهلا اهلا. ازيك يا عمي؟ انت سعيد؟ اهلا وسهلا. اتفضل يا حاج. اتفضل. اتفضل والله. اتفضل يا خالد. اتفضل. اتفضل يا استاذ ابو رواش فوق. انا قعدت ابو خلاص بقى يا مالك. يا استاذ مركزك هنا فوق. مربوسه احمد. لا 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 ما يصحش يا استاذ. يا استاذ ابو رواش. ايه يا ولد؟ اتفضل يا ولد يا خنزور. مربوش يا ولد. ايه ده انا ارتجدني يا مد رجلك. مد رجلك. ازاي انت حط رجل على رجل قدامي؟ موضع هي وانا هنعزل هتجوز مخطوفة الرقبة بنتك خلاص. طب العملية تم صن. انت لازم تحترمني. ده انا راجل كفاية ان بنتك هتعمل اسمي وتبقى مدام صبحي. انت فاكر نفسك ايه؟ هنعرف ربيهم ولا ايه؟ اسمع انت اللي اسمك زعفراني اللي مربي توش الايام والليالي يربي صبح ابن ابو رواش. ابن ابو رواش وكمان بتعيب عليا؟ تتمني كلت عسل اسود سخن ولا تعلم ازاي؟ بتعيب عليا؟ بطني واحدة في وسط راسي بالظبط. هنا في النص. لا كده في النص كده. نص كده؟ كويس. جنب على اليمين كده. واحدة شمال. واحدة كشط بقى. بس خلاص بس. كده كويس أوي. عشان تثبته. ليه؟ بس بيني وبينك كنت عاوز أهرش ومكسل. لا ما فيناش من ده. ما فيناش من ده بقى. ما فيناش من ده. دي بتوجع قوي يا قلب. انت ضربتني بالاهرام. يا استاذ ابو رواش. يا نعم. مين اللي قاعدين مع العريس دول؟ دول يا سيدي اخوات اخوات صبحي. ننصب المبتدا ونرفع الخبر. ايوه اولاد متعلمين المزيكي يعني زي ما تقول ايه بقى ري مي ريمي الفاصوليا. ايه ده؟ لا 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 ايه ده يا شديد؟ انت عايز تفتح لي قدام الراجل ده؟ عايز تقول ان ده وصلت لواحد ابو جهل؟ عايز تفتح يعني افتح فيه ازاي بعد كده؟ ريمي فاصوليا سيدو انت يا مجدع في مجدع بقى وتخلى عندك جنب مجدع يا انت مش عايز تتعلم ليه؟ طب يا ابني اقول لك حكمه حطها حلق في ودنك. قول مهما تضرب الفرح ماشي. يا عيني يا عيني يا عيني يا
خطب رواش. العميل ايه الاشياء اللي قاعده في الطرف دي؟ جدع اللي قاعد هناك ده انت اللي راسه نص خنفس كابورليه. ايوه ايوه انت قصدك على الواد الصغنن دي؟ صغنن؟ ايوه ده صغنن ده؟ الواد ده هو بقى ده راجل كاوتش. انت فاكر ان دي التخين يعني؟ امال ده هزار؟ ده مش تخين ولا حاجه. امال ايه ده؟ دي عنطفي. عنطفي؟ ايوه عنطفي. عنطفي والله. عارف الواد الصغنن دي؟ ايه اخر العنقود الواد ده. اخر العنقود؟ علشان كده العنقود اتقطع يا واد. يا استاذ ابو رواش. يا العميل انا مش عاجبني النظام هنا ابدا. يعني ايه بقى؟ في 15 نفر على السلم غير دول. قرايبني. قرايب؟ ايوه اولاد اخويا المتوفى. هو اخوك المتوفى مش هيحضر الفرح الليله؟ يا راجل ما تقولش الكلام ده. طيب ال 25 نفر اللي على السطور. قرايبني اخوات السيده حرمني. خلاني عاجبك ولا مش عاجبك؟ ايه؟ ما كانش عاجبك اخد ابويا واخواتي ونمشي بلا فرح بلا بتاع. يلا يا واد ما تعملش كده. استنى لما نتعشى. انت همك على بطنك لما تودينا في داهيه. داهيه؟ طب ال 40 نفر اللي في الجنينه. قرايبني جزء من شجره العيله. ايوه احنا مش متفقين يا ابو رواش ان الفرح يبقى ملموم وهتضيق كده. يعني ايه بقى يا حاج؟ انت عاوز اجيك من كده؟ عاوز تخرجنا ولا ايه يا راجل؟ امال لو كان واسع كان بقى ازاي؟ لا احنا كده بقى. ايه؟ ايه؟ امال ايه يعني ايه؟ اتفضلوا يا بنات ادخلوا وقضبوا العروسه جوه. يا استاذ ابو رواش. يا العميل انا رايي. ايوه رايي الخصوصي انك انت تحل كيسك وتساهم في العمليه. لا اسمع بقى. انت بقى تحمد ربنا. حمد ده انا مديلك عريس زي العجل اهو. يستاهل فرح 40 ليله. اخونا مربرب وكله دهنا. ميرسي ميرسي. من غير ما تسيب عروسه تساوي 100 بس. في الله ده مش عاوزها يا عم. انت بتقول ايه يا ولد؟ مش عاوز عروسه بنت. اخرس ما تزعل بقى. الله الله ما تزعل بقى. ما تزعل بقى اهو. يا خبر احمد بن نايل. يا خبر انت من. يا خبر ايه يا ولد؟ مش عايز اتجوزها انت. الله انا ماني انا ماني انا اللي اتجوزها. انا لسه انا لسه انا يا بابا ماليش دعوه. ده في يتلحى ويستحمل. انا ما قدرت اتجوز يا بابا. يا واد احنا ما صدقنا. طب جوزها يا اخويا. جوزها يا خبر ايه حاجة حصل خير؟ الناس اللي في الشارع التاني بيقولوا اللي بيتهد هنا ده. يا ولد لا مفيش حاجه بتتهد. ده عيل من عيال وقع. يا نهار اسود. يا اخويا الصغير اتزحلق. انت مالك انت؟ لا يا حاج اصل في حاجات اهم من كده. ايه يا حاج؟ هنتفقس وهنضيع يا حاج. خير يا ابني خير. الاكل اللي انت جايبه واللحمه اللي انت جايبها كلها اتشفطت وفي 150 نفر ما دقوش ولا لقم. 150 نفر؟ اه. و150 دول بتوع ايه دول؟ يا حاج ده هم امتى؟ ده يا حاج اسمعني بس. انا دي عربيه لوري جابته من نص ساعه. عربيه لوري؟ ده قرايبني. ايه عربيه لوري دي بقى؟ ايه بقى يعني؟ منين يا ابني دول؟ بيقولوا انهم وفد بحري يا حاج. وفد بحري؟ اه. ومستني ايه يا بني ادم؟ يعني اعمل لهم ايه؟ قول لهم اتفضلوا. يا سيدي عاوزين يبعتوا لكم نقطه الاول وكمان بعدين نقطه. امسك ايه؟
يا مؤاخذه بابا على بال معروف زمانها تيجي يا رب. ايوه 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 يا عم يا اتغطى تلت اخر اخواتي اليتامى دول بروح افرجهم على فيلم كلاي في المكسيك. كلاي في المكسيك؟ اه. يا مصري يا مصري يا مصري يا مصري يا حاج يا حاج يا حاج الحق يا حاج حاجة حاجة. ايه يا ابني في ايه تاني؟ في تليفون بالظهر عليه مهم قوي يا حاج. لا شيء. جالك من بلد اسمها حازق. ايه؟ بلد اسمها حازق. حازق؟ ايوه قرايبني قرايبني. قرايبكوا حازق؟ ايوه قرايبني. حازق؟ احنا بقى من عيلة حازق. حازق؟ ايوه. عاوزين ايه يا ابني بتوع حازق دول؟ لا يا حاج ابدا، بيقول لك ال 45 اللوري اللي جاي من هناك. في فتة كاوتش ضربت في السكة وهم شايلين اللوري وهيوصلوا حالا. شايلين اللوري؟ والله عفارم عليهم يا ولي عفارم. اجري يلا زحلقهم بسرعة. ايه ده؟ انا بطلب لهم عشا يا حاج. لا 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 كنسل كنسل. ازاي الكلام ده 45 لوري يا حاج وده كلام ده؟ كنسل يا ايه؟ ايه يا حاج دي؟ ايه؟ لاعب كده والله. يعني تعمل بيني وبينك تقول سفاهم؟ ما ينفعش بقى والله العظيم. اعمل ايه يا سيدي؟ تعمل تقول سفاهم بيني وبينك علشان ايه بقى؟ تؤسى فاهم؟ ايوه علشان ايه فاهمني بقى؟ في حاجه في العرب اسمها تؤسى فاهم يا متعلم. ايوه يا اخوي. يا راجل يا محترم. عجايب. اما تبقى تعرف تتكلم يبقى تعالى كلمني. يعني ايه بقى يا اخوي؟ لا 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 ما تعالى كلمني احسن. انت هتوديني لسكولي؟ مش اسمها تؤسى فاهم. امال اسمها ايه يا اخوي؟ اسمها فوق تساهم. اه بقى تعالى ما تبقى تتكلم عربي يبقى تعالى كلمني انا بقى. عيب يا حد. ده انا بقول عليك انك انت من الناس الكبرياء. ما ينفعش كده. الناس الكبرياء هتلبخ تاني في العرب. ايه بقى يا اخويا؟ الناس الكبرياء ما تركبش مع بعضها. ازاي بقى؟ الناس فعل والكبرياء فعل. تحط فعل على فعل ازاي؟ عاجبك ولا مش عاجبك؟ ابويا ومزاجه. تحط فعل على فعل، فعل على الكرسي مالكش دعوه. شيء غريب والله. اخدك على بوزك. بس تعالى يا حاج ما تسعهاش بقى، ما تسعهاش. تبقى تبقى من الناس الابخلاء. ما يصحش جدي. تعالى يا ابخلاء. ايوه يا اخويا. ده راجل من الناس الاهيفاء. اتفضل بس يا اخويا. عيال بس بعدين تيجي نبوظ الفرح. يلا الكرسي في الكلوب والفرح. ايه يا بنت التويه يا ساتر يا رب اعوذ بالله. اللهم احفظنا. ايه انت خايف من ايه يا صبحي؟ مش عايز اتجوز يا بنتنا. دي عروستك زي القمر. اتجوزيها انت ماليش دعوه. خايف من ايه بس؟ ده الجواز حلو يا ملصدر. انت جربتيها بالتنتي؟ لا لسه. طب قدام اللي اخدك على ابوك. الله 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 كان نازل بالموت وخد رقبتك. صبي شفت الفلافش السال ده؟ دوتها النبي يا اخويا. النبي يا صبحي. دوتها خليك يا صبحي. اخويا الله بعدك يا صبحي. انت عروس اعملي معروف. انت ما تحطش ايدك علي. لا طيب. مفيش راجل يحط ايده علي. طيب اهو انا على اسم الراجل زي الدوره. الله بقى. طيب معلش. عاوز ايه؟ لا اصل بابا بيقول لك اقعدي مع الستات بلاش مع الرجاله. حرام عليك انت قاعده مع الستات تسرحهم. انا ما قعدت. انا بحبك انت وهتجوزك انت يا حبيب قلبي. واديني يا صبحي واديني اللي عامل فيك عليا. النبي يا اخويا. النبي يا صبحي. النبي يا صبحي. حرام عليك. هيا 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 امشي ولا الله يقضيك ياما. كل ما يتدرب في عشوة للعيلة يروح تجوز واحد من اخواتي. مبروك يا سوسن. مرشيك. عريسك زي القمر. نعم. عريسك زي القمر. ارزاق بقى. بس مش عارفة يا سوسن خايف ليه؟ لا هو مخطوط شوية اول مرة يتجوز. طب معنا جوزي الاولاني كان كده برضه. هو انت اتجوزتي قبل كده؟ يا كتير.
جاي بابا جاي هرسك. يا حاج انا ماليش دعوه والله انا طلبتها انا بقى يعني بابا زمانو جاي بابا بقول لك ايه يا بابا قعدي قعدي يا تخمينه قعدي 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 اقول لك حاجه يا بابا بابا جميل اجري ازيك يا عروسي ازيك يا بنت فضلي يا قصه فضلي كله رزقه واخر جمال وكله حياه يا خليك يا اسطى محمد في الحنطور اسمعوا على الفرح التاني يا اخوي الف مبروك الف نهار ابيض ربنا يدمن بخير يخرب بيتك يا نهارك اسود ايه ده عروس دي العروسة؟ ايوه شرف النبي إشاعة إشاعة لا 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 يا لا 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 انت العروسة يا حلوة؟ اسمام الله اسمام اسمك ايه يا اختي؟ انا اسمي زوزت اسمام الله اسمام يا زوزت بيدلعوك يا حبيبتي؟ بيقولولك ايه يا روحي؟ يا فوزي فوزي في حد بتلا يتجوز واحدة اسمها فوزي طيب يا دول مبروك يا اخويا الف مبروك اسم الله اسم الله الشجيع يا واد يا بابا يا قاسي الشجيع مبروك يا حاج الف مبروك يا اخويا اهلا وسهلا ايه يا واد انت مين انا العريس المنكسر اهلا يا اخويا الف مبروك ربنا يدمن بخير عقبال المجاري يا حبيبي اهلا وسهلا شده وتزود شد حيل يا شد عديده ايوه يا اخويا انا عايزك في خدمه الخنانه قد كده عينيا الاثنين ايه ده الستات مش الغفر ربنا يخليك يا ست عديده ولا يوقفلك لف في خلقتك يا رب ايه يا اخويا انا محوش انا واليتامى اللي وراكي دول 170 قرش تخدمه تبوظ الدفه عينيا تبوظ الدفه يا اولاد ده تالت عريس عايز يقرب الجمعازي للدخلات لا يهرب ده قال استغرب يا ولد ايوه يا ابو فوزي انت تهرب انت مني ايوه اهرب قد انت عشان تهرب ده انا عدك ونص كمان والله زعلك ده انا زعقلك والله العظيم اعلي صوتي على صوت والله انا رفيتك والله خليك تمشي على الرصيف انا خليك تكلم نفسك عيب عيب انت مش انت عيب حرام عليك اسمع الله يا اخويا اسمع الله اسمع الله دبر بس على الستات انت اسمعي بقى يا ست عزيزي لا اسمعي انت يا حاج اما اقول لك انا الاشكال دي وردت عليا كتير يا حبيبي واد يا دودو معلمه مسك عليا واد يزغ منك كده ولا كده خرب بيتك ممكن استعمل القوه باللبيسه وتاكدوا مركبته زكتاد الكام سيكتاد سيكتاد ولي والله العظيم الماني 13 شارع ابن الشيب بالسكاكين انتوا الربع طلق عميل اوضه اللي في نص طوح تلفوني واحد انا مين رومانيه مين العظيم بقى تحتينا انا ايه خلاص ايه عم ايه اخلص طب خلاص ربنا يهدك حاج نعم ما تنساش والنبي يا اخويا تلفوني عارفه انا تحتيهم ها تعالي حلوه يا اختي وريني وضك حمسي دي انا انا هصلح الجبس واجيلك حالا وديني وديني لا نسيك اسمك وديني دول اولادك دول واحد مايو واحد مايو اتنين مايو ثلاثة مايو ايه المكسة الكبيرة دي مين فيكم الحاجة خلصوني انا بقى اربعة مايو اربعة مايو احسن احلى اللي نور مايو واحد ما يلا يا اخوان انت كمان انا
يخيب الريح والزوجيه. معلش يا فاطمه، يخيب الريح والزوجيه. بس مدام مسكته خلاص. ربنا يهدي القوي. اقول ايه يا حمص؟ قولي قالك الحل وتعب السر. مش المعازيم ده اللي رايح تكل على الاكل؟ ما هو ده ممكن ليه؟ ما هو لسه بدري عشان نطلع العيش يا حبيب قوي. يا اخي طلعت روحي قبل ما تطلع العيش. انت زعلان يا حسني؟ لا مش زعلان. لا انا حاسه انك زعلان. سبعين قرش عشان تبوظي الدفة. لا لا بقى اسمع، ما طلعوش 170، ما انا عديتهم جوه طلعوا 150. طيب 150 مش خدتهم عشان تبوظي الدفة. واد يا دودو انا قلت 150 يا واد. دي قالت باريزة انا سامعها بوزي اللي هياكلها الدود. الواد ده بقى ما يكذبش ابدا. انت برضه ودنك هياكلها الدود؟ اه ده الدود يقرف يهوي في ناحيتك. انا معاك ان شاء الله تقولي ثلاث ابيض. مش خدتيها عشان تبوظي الدفة يا ست عزيزة؟ لا يا اخويا خدتهم نقطة. خدتهم نقطة؟ اه اهبل انا ضعيفة في البلد دي. خلاص خلاص بقى اكمل فوزي ولا حد كمان. خلاص يعني انا بقى مين؟ اديت اشفطيني بقى. مش كفاية النيلة اللي بتكونها دي؟ يعني لو فيه سؤال تقولي لي يعني بس الفريكيكو. فريكيكو؟ بال 170 قرش بتوعي. ما تقل امال يا اخويا. دي الفريكيكو موضة قديمة. شوف بقى انا هقول لك حاجة للدلعات دي استصباح انما ايه؟ لا انا عايز الدلعات دي الفريكيكو انما قوم. ايه رأيك بقى؟ استفاوزي. يا رب لو ما قلت الفريكيكو العروسة تموت. يا رب. يا رب ما تقولها. استفاوزي. والنبي يا استفاوزي تحلي عليه يا حبيبتي. اقول لك حاجه بقى الاستشهاد دي انما ايه؟ يا نبى عزيزه اخر حاجه. حسبي حسبي حدتلك حدتلك. ايه انت نعم حاج عليا. انا نبى عزيزه طريقك. ربنا معاك يا طريقك. ايه سميني اي حاجه المحمود ميجي على طريقك. ازيك يا دودو؟ مش قوي. انا برضو يا دودو اغني للمليجي؟ لا ليه يا اخويا؟ احنا جايين نزف في خناقه. انا يتعمل فيا كده يا دودو؟ لا. عزيزه المونيا المونيا الشهيره بملقرع. معلش يا ملقرع. ده انا هخرب بيت اللي ما حد ما اطلب فنجان قهوه ولا عقد سجار. ايه مشرحتك يا دودو؟ ما بقاش انا ملقرع. ها كلام مدام. لا يا اخويا امسحيها فيا. ما تعرفش ان الاستاذ المليجي ممثل كبير. والنبي امسحيها فيا. خلاص يا اخويا عشان اصلح الغلطه دي ارجوكي. عينيا الاثنين ارجوكي تنسي الحكايه بتاعتها عشان خاطر. قلت 100 مره المليجي ممثل. هو مش بيرقص يا بركه؟ بس يرقص. معلش ما عندهاش فكره. المليجي قلنا ممثل. هقدمك يا مدام عشان تغني. اتفضل. يا سر اداره الفرح ان تقدم لكم بكل فخر الراقصة الفاتنة
راقصة الرقص الرقصي، الراقصة الشرقية المفترية، بسم الله، الراقصة اللي ما عندهاش أم مرحمين، راقصة أي والله اللي ما عندهاش أم مرحمين فعلا، الراقصة راقصة الإذاعة الفاطنة. اسم حضرتك إيه؟ معلش بقى جاهل ما بيتفرجش على بوتاجاز. كل ده واسم حضرتك ايه؟ قصده على التلفزيون اصلح ولا؟ اسمي يا اخويا عزيزة المونيا. اف. جدك اسمه اف؟ اول مرة اسمع حكاية اف ده، يبقى كده. وشرف النبي لاخرب بيت. اقدم لكم بكل فخر الراقصة الفاتنة عزيزة المونيا اف في اغنية الفريكيكو. اتفضلي. الفريكيكو الفريكيكو يا دوز. يلا يا ترعاد يا سيطالة. اتفضلي. كنا شحق بفلوشي. لا 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 لا
انت اللي طلع اسمك سيد نفيسة. انا غلط؟ لا دي حاجة تانية. يعني مضايقني شوية. موقف؟ أيوة، أصل كان نفسها قبل ما تموت يعني تحضر الفرح وتتبسط زينا كده وتتمتع. اللي هي مين دي اللي هتتمتع؟ أمها 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 مين؟ عبد العال. هيخرب شارع. تعال الباب يا حاج، واقف على الباب. منين دول؟ بيقولوا جايين من لبنان يا حاج. خلهم يدخلوا، انا اللي عازمهم. اجري انت اللي عازمهم. اتفضل انت لبنان ادخل. والله العظيم لا قالوا يا بجر يا تخين بتضحك على فتاة
اساس جبانية زي وربنا لهاد. يا بابا يا بابا بابي يا بابا 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 بابا. حول حول يا بابا. الله يا يا بابا يا عيني. بابا بابا اللي نقل بقى البصل يا بابا. يا ابني يا حبيب البصل ده من الجمعة اللي فاتت. لا حاجة قديمة قوي. اسمع يا سوسة. قول يا فوزي اسمع يا فوزي يا بنت. نعم. أنا الوكل البصل حقكم على دولة. يلا يلا يا جميل فعلت يعني. يا ما شاء الله. مبروك يا حاج. ألف مبروك. ألف مبروك يا حاج. Yeah.
ايه في ايه؟ اقول لك ايه يا بابا؟ خليه احتياطي انا. بابا لا تقطع بره ده. طب اعمل انا ايه دلوقتي يا بابا؟ اعد لغايه ثلاثه هيجي. لا انا هعمل حساب الموقف. يا بابا يا ريت ثلاثه اتنين